كيفكم يا جماعة؟ سيراميك كيفكم يا حبايبي؟ فيديوهات طبخ انتو كتير بتحبوها، مش هرجع احكي هالكلام كل حلقة بحكيه. فيديو اليوم حيكون طبخ وصفات التيك توك الغريبة. سوينا احنا وصفات تيك توك قبل، بس هاي المرة وصفات جد جد يعني حجربها عشان انتم ما تجربوها، عشان انتم ما يصير لكم فضول. كمان اشي، اذا بتحبوا فيديوهات طبخ، فانا بعمل يعني فيديوهات طبخ كل فتره، فانتم في عندنا بلاي ليست فيها كل فيديوهات طبخ عشان تحضرون كل. خلينا نروح نشغل الفرن. لازم عشان الغاز يشتغل لازم تحسسه انه انت وهو واحد. عادي اشتغل ما تشتغل ما احنا نحكم عليك برو. اشتغل يا ابن الكلب. شام ريحه غاز؟ نيو. اوكي هسه بتوصلك. خليني اعمل شوي. خليني اتعبى المكان غاز بعدين بشغله، بكبس الشراره فاهم؟ عشان يولع، ما هو ما برضى. احضروا فيديو كامل لانه هسه حنطبخ، بعدين في اخر فيديو فقره التذوق، ومحمد حيتذوق، اخر مره بس كان حيستفرغ 3 مرات. وعمر كمان ودويكات حيتذوق، وانا طبعا ما حتذوق، طبعا الشيف ما باكل اكله صح؟ صح؟ طبعا بكل سهوله ولعنا الفرن. اوف. انا جبت طاقية طبخ عشان لانه هسه خلص هي صارت سلسلة واضح، صرنا عاملين 6 حلقات او شيء. قلت يعني زلمة لهي الدرجة شاطر في الطبخ. كل هالناس اللي عيشتهم لذة الطعام من اول وجديد، لازم البس طاقية شيف برو. اقل شيء ممكن اعمله. فنبدأ في الوصفات. اول وصفة. These cookie monster chocolate chip cookies. اوكي بدنا نسوي كوكي لونهم ازرق وكلهم شوكولاتة وقصة، شكلهم كثير زاخي. حتكيف لما اعمل لك اياهم. Start by mixing 2 1/4 cups of flour into a bowl. Yeah! 2 1/4 pounder. شو حكى؟ A teaspoon of cornstarch, a teaspoon of baking powder, and a teaspoon of salt. Teaspoon of scotch. هستخدم اصبعي بدل المعلقة. لا تخاف محمد، اصبعي نظيف لسه امبارح مغسله. اصبع. ملح. Give it a good whisk and set it aside. Melt 2 sticks of butter and then let that cool slightly. Okay, put zibde. اسمع ريحة الزبدة، اشي مرتب والله العظيم يا زلمة. وهي زبدة من صنعي. الله عليك يا زبدة، اشي مرتب برو. Add 3/4 cup of brown sugar and 1/2 cup of white sugar. انا ليه عم بستخدم هاي اصلا؟ بستخدم ايده في الشغلات. Add 1 egg plus 1 egg yolk. هذا بيض يا جماعه فريش يعني لسه اليوم البيض فسيتهم. طلع مكتوب شو؟ فريش. البياض ولا الصفار سمي؟ Add 1 egg plus 1 egg yolk. اها تصفية البيضة من الصفار والبياض، انه انا بس بدي صفار. هذا اشي ترى مش سهل. طبعا صفيناها يا جماعة، طبعا ما صار ولا مشكلة، محمد شيل المشاكل كلها في المونتاج. شيل 100 100. إذا في إشي بيضايقني، أنا عندي هيك طلع كيف صلبة، هو عنده إياها سائل والله. Okay, and a teaspoon of vanilla. عنده إياها سائل، أنا عندي طلع كيف. أتوقع حان الوقت أستخدم السنس تبع الطباخ. أطلع شوية مي. What? And add blue food coloring. I added a lot because I wanted. ليش عندي أسود؟ أتوقع يمكن إحنا الألوان تبعتها في الأردن قوية أكثر من عندهم في أمريكا. مش عارف شو الحل لهي المشكلة. اتوقع حضيف كمان طحين. يلا نخلط. تن 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 تن. كحلي. صار لونه كحلي. كثير بلزق. مش عارف اذا هو هيك صح. انه هو عنده ملزق كثير زي هيك. Cup of white chocolate chips and a cup of semi-sweet chocolate chips, but you can do whatever. ما بعرف شو اعمل. حط عليها زيت. اتوقع هي هيك عشان ما في زيت. Cup of white chocolate chips and a cup. اوكي طبعا انا صرت اشتغل مع حالي، بعرف شو هو بيعمل. هاي مشكله وصفات التيك توك ما بتكون كامله. والله مش سيء صح شكله، يعني هسه هيك بعد التصليح. Good boy. And bake at 350 for about 20 minutes. اوكي يا جماعه هسه لازم نحطه بالفرن. نستنى هسه 3 ساعة يلا. طيب يا جماعة المفروض هسه يكون كل شيء جاهز، مر على الموضوع ربع ساعة تلت ساعة، فخلينا نشوف مع بعض. يا جماعة أنا بدي إياكم أنتم تشوفوا ردة فعلي أول ما أشوف جمال الكوكيز اللي لونها أزرق الرائعة اللي محشي الشوكولاتة. بسم الله. أوه صح، بدنا نجيب شيء نمسك فيه. فخلينا نروح أجيب بلوزة من بلايز عمر.
اوكي يا جماعه احنا هون هسه في غرفه المكان اللي بتكهرب فيه عمر كاف ليش عمر هون قاعد طلع علي بطريقه كثير غريبه ليش مستغرب لا تخاف عمر لا تخاف ليش تهتم عشان مالكش دخل المكان عباره عن كارثه يا جماعه زي ما انتم شايفين هو كله برمي كانه روح ضحك عليك من وراك برو تحسوا اللي عايشون حيوان مش انسان خلاص اذا امشي يلا نبدا يا جماعه طلع الكوكي اوه باي محلاهم شم الريحه شم الريحه اوكي الوصفه الثانيه Do you remember Rice Krispie treats? Well, I'm about to make them. Melt your butter and add your marshmallows. فبدنا اول شيء نحط مارشميلو وزبده نص زبده Oh my god. بس نساعد شوي نساعد الزبده عشان تذوب اسرع بس هيك اوكي كثير حساس الصحن امي لا تحضر الفيديو مش إلي والله والله مش إلي الصحن يا لأم دويكات يا لأم صبا آسف أم صبا وأم دويكات طيب يا جماعة نحط المارشميلو زي هيك ونساعد المارشميلو كمان نعمل له كتير حركات طبعين بس هاي حركة مش للناس المبتدئين هاي حركة كتير صعبة صعب ما تنحرق طيب هي عم بذوب خلينا نشوف شو بتتعمل بعدين While your marshmallows are melting crush up some Cheetos Cheetos أوكي طفي هاي crush flaming hot cheetos to the marshmallow حط التشيتوز على المارشميلو ليش مين المريض اللي عامل الوصفه راح الاقيك راح خليك تاكل منها هذا عذابك حيكون طيب حط الله ماسكاك bonus round you can add nutella on top of the bars oh نحط عليها نوتيلا طيب يا جماعه هذا الطبق جهز حطه بالثلاجه هسه عشان فقط تذوق بندوقها مع بعضينا لا بدنا هسه نعمل هذا الخبز اللي بيكون زي الغيمه عرفتوا كيف كلاود بريد طلعوا كيف شكلها separate your egg white from the yolk and لعبتي مامان افصل البياض عن هسه بعملها افصل خليني احضر اول the common mistake I see everyone doing is not whisking your egg white محمد لازم الاضاءه هاي مهمه اذا نوري مش كافي روح هلا هون بدنا نستخدم الشغاله اوكي مان بياض طلع في عليها ريشه هي هي نازله من ال... ليش عم بحكي عن الموضوع اوكي والله بالغلط ايش هيك صار والله كثير غريب انا شفت كثير فيديوهات للبيض قديش هو قوي ناس بوقف عليه وبوقف عليه سياره شو كيف هيك الحمد لله عندنا بلوزه عمر ما تقتبس لا تعاملوا البيض كأنه صاروخ بس من البياض من الصفار كمان واحدة بياض بس طيب يا جماعة هسه بدنا نخلط ما عم بصير زيها يعني ما عم بصير زي هيك ما عم بصير زي كريمه هيك مش عارف شو المشكله يعني عندي بس عم بطلع فقيع والله add 30 grams of sugar and 10 grams of cornstarch هاي الفانيلا ادعس بقح نخلط الاشياء طيب هسه بدنا الصبغه الزرقاء حط عليه الله ليش ما بقدر افتحهم والله اسمع انت بين بالمنتج اني انا فتحتها لحالي لا تبين اني انا بحط الزرقية كان حمد كان بدنا اي لون؟ هاش كان بدنا اللون الازرق اوه لو احط ازرق هسه بصير لون ازرق صح المفروض؟ اوكي شوية ازرق عشان بس نعمل كاونتر المفروض هسه يكون كل شيء تمام لا اوه تقول سحر اوه اسود اسود طلع With your spatula, mold your cloud bread into the shape you like. فالمفروض هسه نعمل عجينة على شكل معين زي ما بدنا ونفقعه بالفرن. ادخل ادخل تعال. ايش بدك حبيبي؟ هلا بدي اشرب مي بس. مي؟ نفسك تصير يوم زلمة. كل ما اشرب مي هيك بصير. كان هون جهز لك اكل، اقسم بالله لا تاكل اصابعك، لا تاكل اصابعك. بدي اشرب مي ولازم امشي اهلي.
اهلي بستنوني. ايش وين؟ ما حلحك اتذوق اليوم. وين اهلك بستنوك؟ تحت. تحت احنا طابق ارضي. شو اسمه ام اسمع اشوفك والله يلا باي. طيب هسه بدنا نطول العجينه ونحطها ونشكلها على شكل دائره عشان نحطها بالفرن. ننزلها من الخلاط لهي عشان نبلش نشكل. With your spatula, mold your cloud bread into the shape you like. طب هيو عجين عندها عملته شكل ليش؟ هاي شو فيه؟ اتك عملنا نفط عشان تحطوه بسوا سيارتكم. نعطيها فرصة. بسم الله. ووو تلت ساعة و بوف راجعين لكم. الله المال. ووو اوكي سخن. اوكي هاي الكلاود فوم. طلعوا كيف شكلها عنا؟ طلعوا كيف شكلها عندهم؟ اوكي نطلع النفط تبعنا. اوكي الوصفة اللي بعدها. Let's go. You can make a corn dog that is stuffed inside of a pickle. It sounds absolutely insane to me, looks crazy. So let's give it a try. بدنا نعمل مخلل محشي هوت دوغ مقلي. Let's go. نحط كثير كثير زيت علي عشان نسخنه. عندنا مخللاتنا وعندنا هوت دوغاتنا. Inside of this pickle, it is time. نحشي جوا المخلل هوت دوغ. هاي مخلل وعندنا المخلل كثير صغير يا جماعة. كيف هيك مخللات كبار؟ والله خلوا كثير كثير كبير. أشوف حل الموضوع أتوقع. وهي الشطافة لسه هون. يا دوكات! نعم. ولك لقيت الشطافة هيها هون طلعت. وينها؟ هيها. بالله ما أنت مخبيها. لا يا زلمة هي هون كانت في المطبخ. والله. آه. صار لي يومين مش عارف كيف هاد. ترى محمد كان مبسوط وطلع عليها. محمد كذا مبسوط. خذ بدك انت. شكرا اخوي. عيش حياتك ها؟ عمر لقينا شطافه. دير بالك عليها مش تضيعها زي الشطافات كلهم. حطها بالكوليكشن الشطافات اللي عندي اياهم. فبدنا نحشي المخللايه هدو. كيف؟ ما بعرف. اللي بعرفه انه مدام هذا الانسان عملها انا بقدر. فيش اشي مستحيل يا جماعه. It is time to place the hot dog into. شوفوا يا جماعه شايفين المنطق كيف حيدخل جوا بعض؟ مستحيل مش منطقي. هذا اشي ضد الفيزياء وضد الرياضيات والعلم. لو نقسمها نصين اركب. ايش في بقسمها هيك. جماعة كمية الذكاء اللي بيطلع مني انا على الطبخ مش طبيعي. زبطت. والله انه ذكاء اقسم بالله. Dip it into here. I'm just going to cook it on each side until golden brown. طلع كيف شكلها؟ احنا تبعتنا هيك شكلها. بصراحة انتوا صريحين. تاعتي يعني بيع عليها ازكى على الخلع 20 مرة من تاعته. غير يكفيهم؟ الله طلع الجمال طلع الجمال. اوب لا تنسوا فقرة التذوق في اخر هذا الفيديو. هسا خلينا الطبق اللي بعده. اوف لا مال. يعني بتجيب ابره بتطلع البيض من البيضه بعدين بصير عندك اندومي. بتعمل اندومي ميك من الصفر شيخ بالله. نا برو نا نا نا. اوكي يلا. بس هو طلع البيضه يعني كانت يعني ما مش بيض ولا صفار طلع هيك شيء مخلوط فاتوقع ضل يخزها مش عارف اذا صح. خاف. طب هسه كيف تدخلها يعني على كيفك انت كيف تدخلها؟ تهل. فالمفروض نعمل نقطة تركيز. نابرو تركيز. والله هي ظلها زبطت. طيب ندخل هاي. طب نسحب. اوه استنى شوي طلع بياض بس. هي كيف انت غشاش. هي يو كيف شغلة بدل ما نضيع بيض على الفاضي. في هذا بيض اصلا انا خلطته من قبل عشان اعمل فيه العجينة باخذ منه خلاص. شوي نحطه. مش عارف اذا صح هيك. خلينا ناخذ كمان نجرب. اظن انه بسهولة والله. نلم هاي الشغلات بالزيت. طلع يا جماعة جمال المعكرونة طلعوا. طلع شوفوا عندي شوفوا عنده كيف. كوبي بيست فيش فرق. واخر طبق بعدين وقت التذوق. اندومي بالشيتوز. واو اندومي. عملت قبل معكرونة بالشيتوز وكانت أسوأ إشي لليوم أسوأ إشي أكلته بحياتي حرفيا. يومها استفرغت. خلينا ما نجيب سيرة الموضوع. خلينا نسوي هسا الاندومي بالشيتوز. اوكي جايز طنجرة بنحط شيتوز طنجرة تانية بنحط اندومي.
هسا انهم خلاص. اوه كثير صعبة. اوه اسمع اعمل كت ويني فتحت بسرعة بالله عليك. هون اندومي. اوكي يا جماعة خلصنا الطبق اندومي بالتشيتوز والجبنة وكذا. هيو زي ما انتم شايفين الاشي بشهي شكله زي الاستفراخ. استغفر الله. شكله مش كثير حلو بس احنا متحمسين ندوقه. اوكي خلصنا طبخ يا جماعة منا 5 اطباق سناكات كذا حركات تحلاي ما تحلاي. هسا حان الوقت التذوق يا جماعة. خلص فقط طبخ انا فقط تذوق مع عمر اخوي ودويكات ومحمد وانا احنا الاربعة حنتذوق الاكل وراح نقيمه. اعملوا لايك للفيديو اذا لسه ما عاملين لايك واذا مو مشترك اشترك يا جماعة. اذا عجبتكم سلسلة الطبخ احكولي كومنت اشي احكولي عشان اعرف اذا استمر فيها او لا والله لانها كثير بالتعب. كل اغراض هاي شراء الاغراض المونتاج التصوير محمد ورا مات فسلسلة بالتعب. اذا بتحبوها احكولي وانا مستعد اضلي عملها. حان وقت التذوق. جمهوري العزيز اليوم راح تذوقوا أزكى أشياء حتذوقوها بحياتكم. أوكي مستعد؟ طلع طلع ركز كمان شوف كمية الحماس شوف كمية. أوكي ما حنطلع عليكم شباب. أول وجبة عنا أي واحدة نعطيهم. أوكي أول واحدة حنبدأ فيها الكوكي الأزرق يا جماعة المحشي شوكولاتة. يلا خير نجيبها. محمد أعطينا سينماتك أخوي. لا صور فخداتك. اوكي ابو دوكات انت لك شرف اول واحد. اذا كذب قف طلع ايش هذا؟ يا شفت الاسود هذا؟ هذا عفن. هذا شوف عليني عفن تبع الغاز. طيب حاكل الطبقه اللي فوق انا. والله ما يحتاج زاكي. اه جول زاكي والله يس ووهو والله والله زاكي جد والله على اخر والله زاكي صح؟ بسم الله بودي نومز مش زي ايش؟ صح؟ عامل فيها بتذوق يا زلمه حل عنا يا زلمه بنطق حاسس احمد اخذ كوكيز عاديه ولونها ازرق صح؟ والله لا والله انا عملتها من الصفر والله زاكي انا عملتها من الصفر. كل الفيديو بشهد كنت مركز في الكميات. هو حكى 2 كوارتر كابس يعني ربعين كاسه ف يعني ربعين كاسه يعني نص كاسه صح؟ صح؟ دي غريب كيف؟ زاكي كل مستغرب لا زاكي هو الشوكولاته بس. هي 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 انت باي اسكت. عجبتك محمد؟ ما راح ابلع بس والله مش قادر ابلع. اوكي 1 2 3 اوه والله نار صح؟ قلتلك والله زاكي اذكى كوكي باكلها بحياتي. واو دايم برو طعمه زي تشيز كيك. انا احس الطعم زي الدجاج اقوى من الدجاج. والله جاي ابلع. محمد صار له زمان بيحاول يبلع صار زمان عم بمضغ معلقة. اوكي يا جماعه الان راح تجربوا الرايس كيك تشيتوس. رايس كيك تشيتوس يا جماعه اشي رهيب طبعا. هسه بنجيبها وبناكلها مع بعض. اوكي اسمع تشلفوا شو تعال نشلف كلها مع بعض. يلا يلا شباب ايش جايين متحمسين شكلكم للاكل. اقعد دوبك حبيبي يلا شاطر. في شوكولاته على تشيبس. يلا خلص خلص يلا زاكي مش متناسق مش متناسق دين فاين يا محمد. الشيبس لحاله زاكي نوتيلا لحالها زاكي مع بعض تخزو. هو لازم تحطه تيلا بعد ما تحط المارشميلو. ايش يا شلاف شو اوفر شو احكي شو فكرت والله عفن. لا اسمع كثير تخزو والله في شعر لك بشعر حجر. ايوه بس كيش شوكولاته. محتار شكله عجبته عجبته. لا محتار بالنكهات. مريض انت؟ اسمع هو واضح شو قاعد بس محمد حبه بس مو مستحي يحكي انه حبه والله. هي قاعد باكل يا جماعة ما بصير زيك ترى لازم انت تشيل كل الكبرياء تبعك في الاكل. بسم الله اسمع في مفك مسلط بالمطبخ خلينا بدك بدك تعمل الحجارة هيك. ايوه هيك دق وده من تحت الله اسناني توجعت اطب الاسنان توجعوا كانك تاكل لقمه مارشميلو لقمه شيتوس لقمه زي هيك صح؟ صح اوكي شكلكم متحمسين تاكلوا المخلل المحشي هالضب. انا ما باكل مخلل اصلا. طب لقمه يلا والله ما باكل انا بدل ما باكل مخلل الا تاكل دوكات طلع شكله يعني ماشي عاد اكل وتف
عليك لا ما بقطع لا لا ما بقطع لا لا شو رايك بصراحه والله ما عجبتك زاكي صح شو رايك ليش بسمحوا له يفوت المطبخ والله حرام والله كثير طول انه يعمل شيء تاجي بخت صار ضل 3 ساعات في المطبخ توقعت يطلع شيء كويس هالمره ايوه طبق البره زي قشر الحي يا زلمه قالب والله لازم اروح انا تعال والله تاكل ايش في والله اسمه والله لازم اسمع علي جاي كون زلمه قدها قدها اقرط اقرط خايف يصفق علي ايه مضمض مضمض ما تفجوا يا الله تفجوا القهوه اللي بعده يا جماعه الكلاود بريد بتعرف الكلاود بريد كيف شفتوها في تيك توك ولا شيء طبعا هيك ايش تحس نفسك تاكلها تطلع هيك فاهم جبت لكم واحده في البيت نفسها بالضبط نفسها بالضبط برو نفسها بالضبط طيب يا شباب هاي نفسها هاي هاي ليش لونها اسود شوف ما عليكم اسم اللون المظاهر خداعه سكن جايب فحمه جايب فحمه حطها بصحن يابسه يابسه طيب اظن ما حيطلع سيء كثير بس عم اشوف فيك كيف بيعمله ما بتقدر كثير تجيب العيد الخبز صابطه اكيد من جوا على قال حلوه زي المحاي طعم المحاي اسمع جيب جيب قلم رصاص خلينا نجاوب اسمع شغل شغل لقيله نولع عشان فحم بدري خبيت يا ولد رقم الدوق زلمه بلاحه والله انا بعطيك 5 دنانير والله اعطيك 5 دنانير بس بلاحه طلع اسمع انا بعد هاي المخلل توقعت ما يعمل اسوأ بس فاجأنا ما انا شيف متميز والله فاجأنا جد اطباق متميزه طب شغلي انا بس اصور ضروري بلا ولد صحه وعافيه حبيبي تعرف شو هذا صنع عازل صوت والله سفنجي صح زي كذا ولا شيء هيك طعم ولا شيء الحقيقه طعم اخر اخترعت علكه انت علكه هاي ما بتمنع تنبلع ما كنت فكر حالي زي شو اسمه زي زلزل المحاي اجت المحاي لا تمحيش جاوبت خذ لقمه يلا كن زلمه والله والله كبيره والله قدها يا صوت زي صوت مايك شغال اسمع صوت طواعين تشقق ساعه بس اعطيني ساعه ابو راجد ما لهاش طعم صراحه بس برضه المحاي ما له طعم ف بالضبط انت والله صنعت اشي صعب واحد يصنع ليش انا وياك بنعرف طعم ليش بنعرف طعم المحاي؟ تزهق والله بالصف برو كنت اجوع والله يعني مرات امي ما كانت تعطيني سندويشه اوف محاية الفاوله المحاي كان طعمه علكه بتعرفها؟ هاي المحاي تبعت الحبر كانوا يعملوها الخشن مو زاكي بتخزي بتحس حالك تاكل خشب او بتحس تاكل مطاط او شيء فاهم؟ اشي اشي عشان هيك ما كنت استعملها نيكست بتعرف النودلز المعكرونه الاندومي زقنا منها هاي تروح تشتريها انت بتروح تدفع فلوس كذا وتاكل من برا رحت انا عملته عملت المعكرونه نفسها نفسها عملت المعكرونه جهز محارب اعطيه محارب اعطيه محارب شكلات الكل حرفيا زي كانوا في فطور هيك كان في بيض بعديها اكلته بالليل بالضبط والله نفس بيض معفن ايوه بالضبط طيب محارب احتياط قرفان احتياط يلا يلا حبيبي احتياط انت عارف مو ذاك اذا لازم على الله يعني بالله لك كلها بالله لك انت عملتها انا عملتها كيفك هي حتى حلوه والله والله احنا زاكي ترى زاكي هي بس هيك شوي ثانيتين بس على طول اخيرا وليس اخرا وهذا اقوى شيء صراحه انا كنت مخبيه للاخر عشان خلاص
اخلص عليكم اندومي بالتشيتوس بس بس طيب شو بدي اطلع خلص وجيم كيف تجد الشوك خلينا بالبيت هيك احنا بننظف تف تف على الفاينه تف طهرتهم عقمتهم اوكي بقيت اول واحد ليش قاعد برجم والله قاعد برجم بكثير مخيف اول ما اخاف خفت ولا باكل انا خايف هذا ده رقمر مع قنوات الكل في الديسكريبشن عمر ومحمد ودكات بس اذا عمر ما اكل ما فيش قناتك في الديسكريبشن اسمع ما بتستاهل والله قرر بدك قناتك في الديسكريبشن انا لو رجع فيه الزمن ما بسويها برو كم قاعد والله شو حيصير لقمه كلها بتطفها بالمحل خلص شمشم لا شمشم هسه تعرف ليش خفت لهالدرجه شفت وصلوني 300 ألف بليز سهل والله مستاهل يعني وصلوا 300 ألف والله وصلوا خايف والله كتير خايف انت كتير خوفتني لا مالك لازم المرات الجاي خلينا ندوق مش قدام بعض اه تعرف كيف انه الخرفان ما بتضحوهم قدام بعض في موقف والله خد 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 في موقف انا ما اعرف انه موقف دكتا ده بدل زوري احلى والله هذا عقرب من ربي حربي انا كنت مراجعه ايش قلت لك ايش صار لك هاي اعراض ما بعد المعكرونه بس اسمع طلع عمر محمد قاعد بيموت تفضل احمد اوكي يا جماعه وصلنا لنهايه الفيديو يلا اشوفكم باي باي لا تنسوا تشتركوا لا صاروخ اجى صاروخ اجى افتح لا لا ايدي 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 على استفاق ايدي ابلع اه